صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل أراد أن يتسول في المسجد وأراد أن يشكو حالته للمسلمين، فقام الإمام بزجره واستدل بقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فهل فعله واستدلاله صحيح؟ استدلاله غير صحيح، لأن فلا تدعوا مع الله أحدا هذا في دعاء العبادة، أما أنه يسأل الناس فهذا يحتمل أنه محتاج فيسوغ له السؤال ولا يجوز الإنكار عليه، ويحتمل أنه غير محتاج، فإذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه، إذا علمت أنه غير محتاج فأنكر عليه بينك وبينه بعد، ما هو بأمام الناس، تمسكه وتخلو به وتقول له: أنت أنا أعرفك تراك غني ولا يحل لك السؤال. نعم.